تسمى زكاة الفطر، فتوزعها هيئة الهلال الأحمر على الأسر المستفيدة والمحتاجة سعياً منها لتخفيف معاناة تلك الأسر ومد يد العون لها وإدخال السرور عليها، خصوصاً وأنها تعاني من وطأة الظروف الصعبة. وتحرص الهيئة على توزيع زكاة الفطر على مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كاف، تعظيماً لشعيرة الزكاة وتحقيقاً لحكمة مشروعيتها، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف التي جعلت من رمضان شهراً للتراحم والتكافل والعطاء. عندنا بعد اللي هو زكاة الفطر. زكاة الفطر بعد هذه يستفيد منها جميع المستفيدين اللي متقدمين لدينا في الفرع، وتوزع على حسب طبعا مثل ما قلنا اللي هو عدد الأفراد، الجنس بغض النظر عن الجنسيات، المصاريف، المعيشة، الدخل، حسب آلية احنا نعمل بها، ويتم توزيع هذه المساعدات على جميع إن شاء الله المستفيدين لدينا في الفرع. وقبل قدوم عيد الفطر المبارك، ورغبة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأطفال المحرومين وعائلاتهم، تحرص الهيئة كل الحرص على توزيع كسوة العيد على مستحقيها استكمالاً لبرامج المساعدات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف خلع لباس البؤس والحرمان عن أجسادهم وإلباسهم ثياب البهجة والسرور. وهناك أيضا مبادرة زكاة الفطر والتي سوف نشرع إن شاء الله في تقديمها لهذه الشريحة خلال أيام الشهر الفضيل. بجانب زكاة الفطر أيضا سوف يتم توزيعها من خلال الأيام القادمة خلال الشهر المبارك، بجانب مبادرة أو مشروع زكاة الفطر. هذه أهم المبادرات التي تقام سنوياً والمعتادة طبعاً، بجانب المبادرة السنوية المهمة والتي هي كسوة العيد والتي تم تجهيزها وإن شاء الله سوف يتم توزيعها خلال الأيام المقبلة لتكتمل الفرحة وتكتمل فرحة هذه الأسر بانتهاء شهر رمضان وقدوم عيد الفطر السعيد. وإن شاء الله خلال الأيام القادمة كما ذكرت سوف نقوم بتوزيع كسوة العيد كما هو معتاد. واستكمالا إن شاء الله لمبادرات عام الخير، هناك الكثير من المبادرات سوف نطلقها في حينها إن شاء الله، وسوف يتم الإعلان عنها في وقتها بحيث أن يستفيد منها كل من لديه ملف إنساني في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ولأن الهيئة تمتلك آليات فاعلة لإيصال مبالغ زكاة المال إلى المستفيدين والتي يتم إخراجها عادة خلال شهر رمضان المبارك، فإنها تستمر في استقبال واستلام تلك الأموال حتى آخر يوم في رمضان لتتمكن من إيصالها في وقت يمكن الأسر المستحقة من توفير احتياجاتها واستقبال أيام العيد المبارك بالغبطة والسرور وإدخال فرحته في نفوس الأيتام والأرامل والفئات الأشد ضعفاً، حيث تساهم أموال الزكاة في تحسين ظروف تلك الأسر التي تساندها هيئة الهلال الأحمر وتوفر لها الرعاية اللازمة في مختلف المجالات. ومن الجهود المشكورة الواضحة البينة التي يلمسها الجميع القاصي والداني هي جهود هلال الأحمر الإماراتي، جزاهم الله خير، لهم جهود مباركة وجهود مشهودة في إيصال النفع لمستحقيه ليس في رمضان بل وعلى مدار العام، وليس في داخل الدولة فقط وإنما حتى في خارجها. فما من بلد يصاب بأزمات أو نكبات إلا ونرى الهلال الأحمر الإماراتي حاضرا، فجزاهم الله خيرا. أما أعمالهم في شهر رمضان فتعددت وتنوعت، فهنالك الخيم لإفطار الصائمين،
وهنالك اللحوم التي توزع على الأسر المتعففة، وهنالك المير الرمضاني والفحوصات المجانية وحملات التبرع بالدم وحملات علاج أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والزيارات التفقدية للأسر الفقيرة وتوفير المير الرمضاني لهم. هذه حقيقة أنا كمقيم هنا أراها وغيري يراها، وهذا لا شك ينم على صدق إيمان ومحبة القائمين على هذه المؤسسة، حبهم للخير وحبهم لمساعدة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويبارك في جهودهم. وواجبنا نحن من وجد في نفسه استطاعة أن يرفدهم وأن يكون عونا لهم لكي يؤدوا مهماتهم الإنسانية النبيلة، وأن تكون يده مع يدهم. كل منا بما يستطيع، كل منا بما يجود، هذا يقدم فكرة وهذا يقدم مالا وهذا يقدم ثيابا وهذا يقدم طعاما وهذا يرشدهم على طريق من طرق الخير، وهكذا كلنا هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى وإيصال النفع لعباده المسلمين في أيام الخير، في شهر الخير، في عام الخير في دولة الإمارات. ولا نريد أن ننسى هنا عدد المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة في شهر رمضان الفضيل، ومنها على سبيل المثال للحصر توزيع اللحوم على العائلات المستحقة والمستفيدة، الأمر الذي لا شك يخفف من معاناتهم وعوزهم وفقرهم. كذلك نريد أن نذكر أيضاً مركز الهلال الأحمر الطبي أو ما يعرف بمستشفى الفقراء، يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئات المحتاجة خاصة في رمضان، حيث تبقى أبوابه مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل لاستقبال الحالات وتقديم الخدمة لها، ناهيك عن المبادرات والمشاريع الأخرى التي تنفذها الهيئة في رمضان وعلى مدار العام. طبعاً مركز الهلال الأحمر الطبي هو المركز الأول على مستوى دولة الإمارات الذي يقدم جميع الخدمات الطبية بالمجان، وبه العديد من التخصصات الطبية كالأسنان والعيون والأنف والأذن والحنجرة والباطنية والجلدية والطب العام. في عام 2016 رجعنا تقريباً 60,000 مراجع، وفي شهر رمضان المبارك العدد طبعا في الزياد، والمركز هو قائم على التبرعات، والراعي الرسمي للمركز الطبي هو مصرف الشرق الإسلامي، وإحنا المركز يتميز بقسم خاص لعلاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي، بحيث إن إحنا نستقبل الحالات على مستوى دولة الإمارات. عالجنا حتى الآن تقريبا 400 مريض بالأدوية الحديثة اللي هي تعتمد على الحبوب فقط بدون الانترفرون، وما شاء الله مستمرين بفضل الأيد البيضاء والمحسنين وتحت رعاية شيوخنا وشيوخ الإمارات، الله يبارك فيهم. إن الحديث عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشكل عام وعن فرع الشارقة بشكل خاص يطول كثيراً، فهي هيئة حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال عملها الإنساني، وذلك من خلال كثافة أنشطتها وحضورها غير المسبوق في كل مكان وحجم وكثافة أعمالها سنة بعد أخرى، والتي تهدف إلى إعلاء قيمة الإنسان بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو ثقافته. وإن الواجب الإنساني يحتم على القادر أن يكون في عون أخيه تطبيقاً لقواعد الرحمة والتكافل بين البشر.